بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الأستاذ بن شارف حسين. سوف نقوم اليوم إن شاء الله بالمحاضرة السادسة حول نظريات اتخاذ القرار لتفسير التنظيم، وإن شاء الله سوف نقوم اليوم بالمحاضرة السادسة بعنوان نظريات اتخاذ القرار لتفسير التنظيم. فقام العديد من العلماء والباحثين منذ عدة سنوات بالكثير من المحاولات النظرية والميدانية للتوصل إلى صياغة نظريات علمية في نظرية المنظمة، تساعد العملية الإدارية في اتخاذ القرار. فتقوم هذه النظريات عموما، وسوف نتطرق إلى جملة منها في هذه المحاضرة إن شاء الله. فهي تقوم على أساس أن الإدارة نوع من السلوك يوجد به كافة التنظيمات الإنسانية أو البشرية، وهي عملية التوجيه والسيطرة على النشاط الاجتماعي في المنظمة. كما تعتبر نظرية القرار الإداري من العمليات التطبيقية للسير الحسن للمؤسسة، لبلوغ أهداف المنظمة، وبما يسمح بضم غايات المنظمة بغايات الأفراد. فأول نظرية سنطرق عليها إن شاء الله هي نظرية القرار عند هربرت سايمون. بالنسبة لسايمون، ينصب اهتمام علماء نظريات صنع القرار كمدخل لدراسة التنظيم، إلى دراسة قضيتين أساسيتين. الأولى طبيعة عملية صنع القرار في علاقتها باستقرار أو نمو التنظيمات، والثانية رؤية التنظيم كنسق مفتوح تحد البيئة من صنع القرار الرشيد، أو وذلك من خلال القيود التي تفرضها على التنظيم. ونعرض فيما يلي تجربة أو النظرية الخاصة بهربرت سايمون. بالنسبة لسايمون، أولا يمكن استخلاص سمة التنظيم ووظائفه من خصائص عمليات حل المشكلات الإنسانية ومن الاختيار الإنساني الرشيد، ولا يمكن النظر إلى أعضاء التنظيم باعتبارهم أدوات أو آلات، بل كأفراد لهم رغباتهم ومتطلباتهم ودوافعهم وتطلعاتهم، كما يتصفون بقدرات محدودة وقدر محدود من المعرفة وبطاقات محددة في حل المشكلات. لذلك يكون التنظيم على ضوء خصائص أفراده امتدادا لهم في اتخاذ البدائل أو الاختيارات، وتكون تصرفاته مقيدة بتصرفاتهم أو ببيئتهم ومتطلباتهم. وثانيا، إن عملية صنع القرار والقائمين بها يمثلان أفضل المداخل لفهم وتحليل التنظيم. ولما كان الأفراد يلتقون بالتنظيمات من أجل تحقيق أهداف خاصة، أو حينما يأتي الموظفين لتحقيق غاياتهم الاجتماعية والمهنية داخل التنظيمات، لذا لا يكون سلوك الفرد داخل التنظيم رشيدا على الإطلاق، نظرا لوجود دوافع ذاتية تحرك أهدافهم الخاصة، كما تحدد له تلك الدوافع والبدائل والخيارات التي يتعين عليه أن يختار من بينها ما يراه ملائما لتحقيق تلك الأهداف، أو أن الموظف أو العامل يضع استراتيجياته الخاصة لبلوغ أهدافه داخل التنظيم. ما يمكن أن يعكسه ذلك في حياته الاجتماعية. من خلال هذه الرؤية الازدواجية عند سايمون لدراسة التنظيم في مقابل ما تتطلبه الوظيفة الأساسية له من ضرورة التحديد الواضح للإطار الذي يتحرك فيه الفرد عند صنع قراراته، يقدم هربرت سايمون
أو يقدم فكرة التوازن بين الحوافز ومشاركة الفرد كعضو في التنظيم، ويرى أن تحقيق التوازن يعتمد على معيار ذاتي كدرجة رضا الفرد عما يقوم به من أدوار رسمية داخل التنظيم، كما أن استمرارية مشاركة الفرد في التنظيم مرهونة بما يحققه من مكاسب والرضا الذي يشعر به تجاه أدواره الرسمية في المنظمة. ويضيف سايمون يعني بعدا هاما إلى جانب فكرة التوازن بين الحوافز ومشاركة الفرد، وتمثل هذا البعد أو تمثل هذا البعد في خصائص البنية التنظيمية التي لا تخلو من توترات وصراعات، ومحاولة التنظيم استخدام أساليب ضبط مقننة تحكم مجال صنع القرارات. من هذه الأساليب تقسيم العمل ونسق متدرج من السلطة. ويرى سايمون أن القرارات تعتمد على نوعين من المعطيات. النوع الأول معطيات إمبريقية أمبيريك تتعامل مع الظواهر الخارجية وأساليب معالجتها، أما النوع الثاني يتمثل في معطيات قيمية دو فالور ذات طابع أخلاقي و يعني ترتبط بالأهداف la charte d'éthique professionnelle et les objectifs de l'entreprise، بينما ترتبط المعطيات الإمبريقية بالوسائل. ومن الوجهة التحليلية يرى سايمون أن إصدار القرار الرشيد ينهض على إلمام الفرد كاملا بكافة المعطيات الإمبريقية وإدراكه للمعطيات القيمية المرتبطة بجوهر المشكلة التي يجب اتخاذ فيها القرار، إلا أن هذا لا يحدث بشكل تام في الممارسة الفعلية داخل التنظيمات. من هذا المنطلق يتضح أن هربرت سايمون يختلف في رؤيته عما تذهب إليه رؤية علماء الاقتصاد وزعمهم بوجود معطيات جاهزة بشكل مسبق بحيث يبني الفرد عليها قراراته. فيرى سايمون أن البناء الهرمي للسلطة يجعل معظم القرارات تعتمد على المعطيات الإمبريقية التي لا تكون متاحة بشكل مسبق أمام الفرد لصنع قراراته، وهذا يتطلب من الفرد ضرورة البحث عن تلك التنظيمات واتخاذ أفضل الوسائل لتحقيق الأهداف، إلا أنه خلال هذا البحث يواجه يعني قيود عديدة صنفها سايمون في ثلاثة فئات هي: أولا قيود آلية تفرضها الدوافع يعني الذاتية والعادات والمهارات على أداء الأفراد وما يسبق ذلك من قرارات. ثانيا قيود تفرضها عمليات الاتصال وما تتصف به من يعني مبهمات يعني تحد من سيولة ونقل المعلومات اللازمة لعملية اتخاذ القرارات على مختلف مستويات التنظيم، إضافة إلى قيود مرتبطة يعني إضافة إلى قيود مرتبطة بمقدار يعني القيد الثالث، وهي قيود مرتبطة بمقدار المعرفة الأساسية التي لدى الفرد والمعلومات المتاحة وقدرته العقلية على مدى استيعاب تلك المعرفة وتطبيقها عمليا في الميدان. أما الفرضية الأخيرة والهامة عند سايمون تتمثل في وجود علاقة مستمرة بين الوسائل والأهداف عبر البنية الرسمية للتنظيم، بمعنى أن الأهداف التنظيمية عندما تتحدد فإن القرار الذي يتم اتخاذه عند مستوى تنظيمي معين إنما يضع الأهداف للمستويات التنفيذية الأدنى منه، وكلما استمرت عملية صنع القرارات هبوطا عبر المستويات الأقل فالأقل فإنها تصبح أكثر تحديدا وتقاربا، لذا تصبح الوسائل عند المستوى الواحد أهدافا للمستويات التي تليه. فرغم أهمية نظرية سايمون لصنع القرار كنموذج لنظريات دراسة الفرد والتنظيم، فإنها تواجه عدة انتقادات، من أبرزها التركيز الإداري على إدارة النسق la gestion du système. فيرى كروب أن التركيز الأكبر من اهتمامات سايمون كان دراسة وظائف الصراع وفحص البيئة من خلال الرؤية الذاتية لصناع القرار وحدهم دون غيرهم، وكيف تؤثر تلك الرؤية في مشكلات التنظيم، في حين تواجه التنظيمات كأنساق اجتماعية مشكلات متنوعة تتفاوت من حيث القوة ومدى التأثير من وجهة
نظر جميع المشاركين في التنظيم وليس من وجهة المديرين وحدهم. أيضا ينتقد موزليس وبيرنز نظرية صنع القرار عند سايمون كما دخل في دراسة التنظيم، يعني اهتم بشكل أساسي بأنساق صنع القرار وأن ما يحدث خلالها يعكس تفهما خالصا للنسق الأكبر الذي يضمها، وأن سايمون ومارش اهتم بالأبعاد الاقتصادية ذات المحددات النفسية المؤثرة عليها في دراسة التنظيم دون أن يتناول بالقدر ذاته من الاهتمام الأبعاد الاجتماعية في عملية صنع القرار وقدرة العامل أو الموظف يعني كصانع أيضا للقرار في وضع حلول للمشكلة التنظيمية. كما ينتقد سيلفرمان نظرية يعني القرار يعني عند سايمون في اهتمامها الأساسي بالعناصر الرشيدة في عملية صنع القرار داخل التنظيم، في حين توجد جوانب أخرى غير رشيدة داخل التنظيم يمكن أن تحد من إمكانية وضع الحلول الكاملة للمشكلات الوظيفية، كما قد تتيح الفرص لظهور أنماط من الصراع التي يصعب حلها بشكل تام. إن شاء الله سوف نتطرق للنظرية الثانية وهي الشبكة الإدارية. بالنسبة لنظرية الشبكة الإدارية يعني ظهرت كرد فعل لنظرية السمات التي ركزت على القائد وأهملت الأتباع والموقف، فقد استطاع روبرت يعني بليك وجين موتون في عام 1964 تصنيف السلوك الإنساني في 5 مجموعات أساسية، وتعكس هذه النظرية درجة اهتمام القادة أو المديرين كل منها ببعدين أساسيين هما درجة الاهتمام بالإنتاج أي المهمة ودرجة الاهتمام بالموظفين أو الأفراد في المنظمة أي العلاقات الإنسانية في التنظيم. فبالنسبة لمبادئ هذه النظرية فتؤمن نظرية الشبكة الإدارية بأن الإدارة ينبغي عليها الاهتمام بزيادة الإنتاج، كما تؤمن أن من خلال تحسين أجواء التنظيم سيزيد إنتاجية الموظفين. أيضا تركز على نمط الاتصالات والتخطيط، ومن بين روادها تاتنباوم، فيدلر، ريدن، روبرت بليك وجين موتون. بالنسبة لخصائص هذه النظرية فترى أن القيادة الناجحة هي التي تتوافر فيها الخصائص اللازمة للتعامل مع الموقف حسب طبيعة العناصر المكونة له وحسب متطلبات ذلك الموقف المكانية والزمانية ونوع الجماعة يعني المسيرة واتجاهاتها واحتياجاتها. تعتقد نظرية الشبكة الإدارية أنه لا يظهر القائد إلا إذا تهيأت له الظروف لاستخدام مهاراته وتحقيق طموحاته. يرى فيلر وهو من رواد يعني هذه النظرية أن عناصر الموقف تكمن في الثقة القائمة بين القائد والمرؤوس وطبيعة العلاقات التبادلية والتحديد الواضح للأهداف ومهام التنظيم في ومهام التنظيم وحجم وطبيعة الصلاحيات الممنوحة للقائد لمواجهة الظروف لمواجهة المواقف أو الظروف. يعتقد ريدن وهو أيضا من رواد هذه النظرية أن عناصر الموقف تكون في وسائل وطرق تنفيذ العمل وغايات الجهاز التنظيمي والعنصر الإنساني في التنظيم كالقائد والمرؤوس. يؤمن بليك وموتون مؤسسا نظرية الشبكة الإدارية أن فشل معظم التنظيمات الإدارية يرجع إلى نمط الإشراف السيء الذي لا يقوم على فهم صحيح لطبيعة الدوافع الإنسانية ولغياب الاستراتيجية وعدم دقتها. يعني صمم بليك وموتون برنامج من 6 نقاط يعني أسمياه بالشبكة الإدارية، حيث تعالج النقاط الثلاثة الأولى مسألة الاتصالات، بينما تركز النقاط الأخيرة الثلاثة الأخيرة على مسألة التخطيط، وبالتالي
فالمرحلة الأولى يعني وفيما يلي نعرض يعني موجز لهذه النظرية. فالمرحلة الأولى مرحلة يعني الشبكة الإدارية، والتي من خلالها يتعرف كل مدير على نمط إشرافه ويقارنه بنمط مثالي أفضل، يعني ايديال تيب، تطوير فرق العمل من أجل عمل أفضل، تطوير العلاقات بين الجماعات المختلفة، وتقليل التناقضات التي قد تؤدي إلى الأضرار أو الإضرار أو المساس بأهداف التنظيم. العمل على إيجاد استراتيجية تخطيطية أفضل، يعني تمكن التنظيم أو تدفع به إلى مستوى أفضل. تنفيذ الاستراتيجية التخطيطية من خلال تطبيقها عمليا عن طريق إعادة التنظيم ليتفق مع المطلوب، تقييم التنفيذ ومعرفة نقاط القوة والضعف وإمكانيات التطوير مستقبلا. بالنسبة لأنماط الإشراف في هذه النظرية، ف النمط الأول وهو يعني الأفضل، وهو النمط الأفضل كما أسمياه بليك ومودون، لأنه يركز على الإنتاج واحتياجات العاملين، حيث يقوم المدير بحل المشاكل الوظيفية عن طريق طرحها للمناقشة بشكل مفتوح، ويستثمر يعني ان فوكس جروب، ويستثمر طاقات العاملين لبناء الانتماء للتنظيم لتحقيق إنتاج أفضل. النمط الثاني يركز فيه المدير على الإنتاج دون العاملين، لافتراضه أنهم يعرفون فيه واجباتهم ولا يتدخلون إلا في الحدود الدنيا بما هو خارج نطاق أعمالهم المباشرة. وكذلك فإن المدير لا يعطي أهمية للروح المعنوية لدى العاملين. النمط الثالث، يهتم المدير هنا بحاجات العاملين ويتجنب كل ما يزعجهم ولا يحاول الضغط من أجل إنتاج أفضل. النمط الرابع، ويقوم المدير هنا بدور الوسيط الانترميديير بين أو همزة الوصل بين العاملين والإدارة، حيث يرى التناقض بين هدف كلا الفريقين، ومع ذلك يحاول التوفيق وحل التناقضات، فهو يحاول إيجاد نوع من التوازن بين الإدارة والعمال. والنمط يعني الخامس، ويكون دور المدير هامشيا، فهو لا يرضي العاملين ولا يحقق أهداف التنظيم، ويتجنب معالجة القضايا الأساسية، ويستعمل بليك وموتون استبيانا يساعد المدراء في التعرف على نوع أنماطهم في الإشراف، مما يزيد الوعي لديهم والإدراك الشخصي لسلوكهم، والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المتوخاة. ويتم تطبيق هذه الاستراتيجية ابتداء بالمدراء وداخل جماعات العمل وبين الجماعات المختلفة، وأخيرا داخل التنظيم بشكل عام، على أمل تحويل كافة أنماط الإشراف إلى نمط، يعني إلى النمط الأول، وهو الذي اعتبره بليك وموتون الأفضل. ويعني تقدر المدة الزمنية لتنفيذ مثل هذه البرامج من 3 إلى 5 سنوات. يعني ركزت نظرية الشبكة الإدارية على القيادة كعنصر وحيد لنجاح المؤسسة وزيادة إنتاجها من خلال اهتمامه بالعاملين وبالإنتاج، وأهملت بقية العناصر الضرورية والتي تلعب دور مهم في زيادة أو ضعف الإنتاجية. ننتقل إلى النظرية الثالثة، وهي نموذج جريفيتس لاتخاذ القرار. دانيال جريفيتس هو أحد رجال الإدارة التربوية، يعني منظرا ومارسا، لقد استفاد من النموذج المبسط الذي جاء به كل من سايمون وبرنار في الإدارة، واعتمادا على ذلك، فقد طور جريفيتس نموذجا إداريا بحيث تم إدراك الإدارة بوصفها عملية اتخاذ قرار، وقام بتطبيقه في مجال الإدارة التربوية. يعني أسس هذه النظرية تتمثل في أن الإدارة سلوك عام موجود في كل تنظيم إنساني، الإدارة عملية توجيه وضبط للحياة المهنية أو الحياة الوظيفية. الوظيفة المحددة للإدارة هي تطوير عملية اتخاذ القرار وتنظيمها لتتم بشكل فعال. الرجل الإداري يعمل مع جماعات أو أفراد مرتبطين مع بعضهم البعض وليس منفردين،
يتحدد بناء منظمة ما بطبيعة عملية اتخاذ القرار، وقد تفرع من هذا الفروض ثلاثة فروض فرعية. هي الفرضية الأولى تتصل مرتبة الفرد في البناء التنظيمي اتصالا مباشرا بدرجة تحكمه في عملية اتخاذ القرار. الفرضية الثانية تتناسب فاعلية الرئيس التنفيذي عكسيا مع عدد القرارات التي يتخذها شخصيا والمتعلقة بشؤون المنظمة. والفرضية الثالثة إن وظيفة الرجل الإداري التنفيذي ليست اتخاذ القرار بل تطويع عملية اتخاذ القرار بما يضمن أداءها على أعلى درجة وفاعلية. تتحدد الفروق بين البناء التنظيمي، مثلا للمؤسسات العسكرية والصناعية والتربوية وإدارة الأعمال والإدارة العامة، بالفروق في عمليات اتخاذ القرار أكثر من اتصالها بالمفاهيم المعروفة عن المنشآت الخاصة. كلما تسعت المنظمات الرسمية وغير الرسمية، اقتربت المنظمة ككل من أقصى مستويات الإنجاز. إذا اقتصر سلوك الرجل الإداري على اتخاذ القرارات بصدد عملية اتخاذ القرارات وليس اتخاذ القرارات بشأن المنظمة ذاتها، يكون سلوكه أكثر قبولا من جانب مرؤوسه. إذا تصور الإداري نفسه ضابطا لعملية اتخاذ القرار لا صانعا لها في المنظمة، تكون قراراته أكثر فاعلية. مراحل اتخاذ القرار عند دانيال جريفيتس: الشعور بالمشكلة، وتبدأ بمواقف وسيط يمثل حالة من الشعور بعدم الرضا، أي أن الموقف يتطلب حلا سريعا. تحديد المشكلة، صياغة البدائل وموازنة البدائل، وثم اتخاذ القرارات. فالإدارة كعملية اجتماعية النظرية الرابعة إن شاء الله الإدارة كعملية اجتماعية في اتخاذ القرارات. ربما كان منظر نظرية الإدارة التربوية كعملية اجتماعية من المتأثرين بأفكار مدرسة العلاقات الإنسانية، ومن المعجبين بالمفاهيم التي جاءت بها مدرستي الإدارة السلوكية والإدارة التشاركية. وتقوم هذه النظرية على فكرة أن دور المدير أو دور الموظف لا يتحدد إلا من خلال علاقة كل منهما بالآخر، وهذا يتطلب تحليلا دقيقا علميا واجتماعيا ونفسيا انطلاقا من طبيعة الشخصية التي تقوم بها الدور. كما تعد نظرية الإدارة على أنها عملية اجتماعية، تعتمد على معالجة السلوك الاجتماعي للمؤسسة أو للأفراد في المؤسسة في إطار منظم يضم صنفين من الظواهر المستقلة من حيث المظهر والتداخل من حيث المضمون، وهما المؤسسات وما أو المنظمات وما تتطلبه من أدوار وتوقعات وما تحققه من أهداف، وهو البعد التنظيمي. الأمر الثاني وهو الأفراد أو العمال أو الموظفين وما يملكونه من حاجات ورغبات وطموحات، وهو البعد الشخصي. مبادئ نظرية الإدارة كعملية اجتماعية في اتخاذ القرار: فهي تؤمن أنه كلما زاد التفاعل بين البعد التنظيمي والبعد الشخصي، وكلما كان هناك توازن في عمليات التفاعل بين البعدين، تحققت الأهداف والتوقعات المطلوبة لاثنين بدرجة عالية. المؤسسات المتفاعلة مع النظام الاجتماعي الموجود بها حالها حال الأفراد، وأن هذه المؤسسات لها هياكل تنظيمية توضح دور كل موظف فيها والتوقعات التي يجب أن يحققها، كما أن لكل موظف داخل المؤسسة شخصية وحاجات تميزه عن غيره. القائد الناجح في منظور هذه النظرية هو الذي يوازن بين متطلبات الدور وشخصية الموظفين أو شخصية كل موظف وتوقعات المؤسسة وحاجات موظفيها ومتطلباتهم الشخصية، على حساب المؤسسة ومتطلباتها الإدارية والعكس. لم تقدم هذه النظرية
يعني تفسير كامل للسلوك التنظيمي، بل في اتخاذ القرارات، بل ركزت على جانب واحد وهو العنصر البشري أو البعد الإنساني في التنظيم، كما ركزت على البيئة الداخلية لتنظيم المؤسسات وتجاهلت دور البيئة الخارجية التي تؤثر على المؤسسة واختياراتها ووظائفها. النظرية الخامسة هي نموذج جيتلز. يرى جيتلز أن الإدارة أيضا وهو يعني في الإدارة التربوية، فيرى أن الإدارة التربوية عبارة عن تسلسل هرمي للعلاقات بين الرؤساء والمرؤوسين ضمن إطار اجتماعي، وهذا التسلسل هو من الناحية الوظيفية وتوزيع الأدوار والإمكانيات وتكاملها لتحقيق أهداف النظام الاجتماعي، الذي يتكون من بعدين يمكن تصورهما مستقلان عن بعضهما البعض. يعني بعد تنظيمي أو معياري وهو المنظمة التربوية، وبعد شخصي وهم الأفراد والعمال. فهذه النظرية ركزت على المنظمة والأفراد، وأيضا أهملت البيئة الخارجية للمنظمة. وهناك نموذج أو النموذج السادس، النظرية السادسة، وهي نظرية جوبا أو نموذج جوبا، في الخاصة بالعلاقات الإدارية الداخلية. قدم جوبا نموذجه الذي أسماه بالعلاقات الإدارية الداخلية، انطلاقا من الفرضية التي مفادها أن علم الإدارة هو علم السلوك الإنساني، وأن الوظيفة الرئيسية لرجل الإدارة تتمثل في القيام بدور الوسيط بين مجموعتين من القوى الموجهة للسلوك، وهما قوة قانونية أو تنظيمية وقوة شخصية الفرد في المنظمة، وغايتها إحداث سلوك مفيد من الناحية التنظيمية وعلى مستوى الرضا النفسي للعمال، للعمال لا ساتيسفاكسيون او ترافاي. مصادر يعني بالنسبة لجوبا، وهناك مصادر قوة ديناميكية يتمتع بها رجل الإدارة، منها المركز الذي يشغله في الإدارة ومكانته الشخصية في التنظيم. كما يرى أن رجل الإدارة بحكم مركزه بسلطة يحظى بسلطة رسمية لأنها مفوضة إليه من قبل السلطات الأعلى منه. أما المصدر الثاني للقوة أو يعني المتعلق بالجانب الشخصي في التسيير، يعني وما يصحبه من قوة على التأثير، فإنه يمثل قوة غير رسمية ولا يمكن تفويضه. مبادئ هذه النظرية أن كل رجل إدارة بلا استثناء يحظى بالقوة الرسمية المخولة له، لكن ليس جميعهم يحظون بقوة التأثير الشخصية. أن الرجل الإداري الذي يتمتع بقوة السلطة الرسمية فقط دون قوة التأثير الشخصية، يعني فقد نصف قوته في اتخاذ القرار. ينبغي على رجل الإدارة أن يتمتع بقوة السلطة الرسمية وقوة التأثير معا، وهما المصدران الرئيسيان للقوة في التنظيم. بعض أيضا يرى أن بعض التعارض بين القوة بين الدور في الدور التنظيمي والشخصية التنظيمية أمر واقع لا يمكن تجنبه. بعض الإداريين يكونون أقرب في أدائهم لأدوارهم الوظيفية إلى البعد الشخصي، وبعض الآخر إلى البعد التنظيمي أكثر من البعد الشخصي. أنماط الإدارة الثلاثة حسب نموذج جوبا: النمط القانوني أو التنظيمي للإدارة، ويتميز سلوك الإدارة في هذا النمط بالتأكيد على تحقيق الهدف واتباع القواعد والتعليمات ومركزية السلطة ومراعاة جانب المنظمة ووضع مصلحتها فوق مصلحة العاملين فيها. هناك نمط الشخصي، النمط الشخصي للإدارة. يتميز هذا النمط بالتأكد على شخصية أو التأكيد على شخصية الفرد في التنظيم ومراعاة الحد الأدنى من القواعد والتعليمات ولا مركزية السلطة، ودرجة عالية من العلاقات الشخصية مع المرؤوسين. والهدف الأساسي لهذا النمط هو العمل على إسعاد المرؤوسين وتحقيق رضاهم. l'incitation et la motivation
les individus au travail أي أنه يضع مصلحة العمال فوق مصلحة المنظمة. النمط التوليفي للإدارة وهو يجمع ما بين النمطين القانوني والشخصي في موقف الوسط، ويعني في هذا النمط يتم التركيز على تحقيق أهداف يعني الجانبين، أهداف التنظيم وأهداف الأفراد معا. فركز نموذج جوبا على القائد أو المدير، وأهمل أيضا البيئة الخارجية المحيطة بالتنظيم. إن شاء الله آخر نموذج للإدارة واتخاذ القرار هو نموذج بارسونز. بالنسبة لبارسونز يرى أن الإدارة أيضا في الإدارة التربوية، يعني الإدارة التربوية متفرعة من المجتمع الكبير، ويعتقد أن على جميع المنظمات الاجتماعية أن تحقق 4 مهام رئيسية: التكيف أو التأقلم، أي تكييف النظام الاجتماعي مع المطالب الحقيقية للبيئة الخارجية للتنظيم، التكامل بين أعضاء المنظمة بالتنسيق بين أدوارهم أو جعل الأدوار توحدهم، تحقيق الهدف أي تحديد أهداف المنظمة وأهداف الأفراد وضمها، و يعني التركيز على يعني 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 مقاصد التنظيم، الديمومة وفي ذلك تجنيد كل الوسائل الممكنة، الديمومة لا بيرينيتي، وأيضا التوسع الإكسبانسيون. بالنسبة للأسس هذه النظرية، فلكل تنظيم إداري وسائله التي تساعده على التكيف مع بيئته الخارجية وتجنيد مصادره اللازمة لاستمراره في أداء وظائفه وتحقيق أهدافه. لكي تتمكن المنظمة الإدارية رسميا من حل مشكلة تكاملها، لابد لها من أن تجد الطرق المختلفة التي تحكم ولاء أعضائها لها وتثير حماسهم ونشاطهم. يجب أيضا على المنظمة أن تجد الوسائل التي تتسق يعني تنسق بين العمليات المختلفة لأجهزتها وفروعها، وأيضا على المنظمة أن تعمل باستمرار لكسب التأييد لها، ويعني يعني جلب يعني أفرادها أو عمالها لتحقيق يعني الأهداف العامة للتنظيم. يميز أيضا بارسونز بين 3 مستويات وظيفية رئيسية في التركيب الهرمي للتنظيمات الرسمية الإدارية في اتخاذ القرار: المستوى المهني أو الفني، حيث الصنع الحقيقي لإنتاج المنظمة، يعني وتتعلق المهمة الرئيسية لأعضاء هذا المستوى بأداء الواجبات والأعمال الفنية كالعمال في المصانع أو الأطباء في المستشفيات أو المعلمين في المدارس. المستوى الإداري ومهمته الأساسية هي القيام بدور الوسيط بين مختلف أقسام المنظمة وتنسيق جهودها. مستوى المصلحة العامة وهو كل ما يرتبط بالنظام الاجتماعي الخارجي. عندما نربط المستويات الوظيفية الثلاث، نجد أن المستوى الأول المهني ربما يتعلق أساسا بمشكلات التكيف وتحقيق الهدف، في حين يتعلق المستوى الثاني الإداري بمشكلات التكامل. أما المستوى الثالث وهو مستوى المصلحة العامة، فيتعلق بديمومة المؤسسة وتوسعها l'expansion et la pérennité de l'entreprise. بالنسبة لأهمية يعني بالنسبة لي يعني يعني كنقد لنظرية بارسونز، فهي لا تقدم نظرية كاملة وإنما مجرد إطار نظري وليس عملي. يبدو هناك انفصالا واضحا في التسلسل الهرمي للسلطة والمسؤولية بين المستويات الثلاث. لا يمكن أن يشرف الرئيس على المرؤوس إلا في نطاق المستوى الواحد، لأن الاختلافات الوظيفية بين هذه المستويات كبيرة جدا، ويصعب إمكانية إشراف الأعلى على الأدنى. مثال: يستطيع الرؤساء الفنيون أن يوجهوا عمال المرؤوسين الفنيين، ولكن لا يتسنى للرؤساء الإداريين التوجيه بالطريقة نفسها لعدم توفر الكفاءة أو المعرفة المهنية لديهم. أيضا ليس من الصواب أن يقوم المديرون بتفويض السلطة للفنيين، لأن هؤلاء يقومون بواجباتهم تجاه القرارات الفنية، وعلى المديرين
أن يعتمدوا على أحكام الفنيين في القيام بمسؤولياتهم الإدارية. يرى باغسونز أنه من الممكن للمؤسسة أن تحقق الديمومة، وهذه يعني مهمة مستحيلة نظرا لارتباطها بالبيئة الخارجية والتي من شأنها أن تؤثر في الإطار الثقافي للمنظمات، لا كولتور دو لونتربريز. وشكرا.